عبدالله راشد في جدة أجرى بعض اللقاءات مع الأطراف الأهلوية ولاعبي الأهلي، خلينا نشوف إيش قالوا عبدالله راشد. مباراة لعب انت من فريق النصر يعني مباراة قوية، خاصة ان احنا يعني اخر مباراة خسرنا من الفتح، يعني احنا والنصر قاعدين ننافس على المركز الرابع، احنا ننافس يعني ان شاء الله نقول في امل ان نوصل المركز الرابع، احنا النقاط تهمنا صراحة. انتم بعد في بالكم منافسة ولا بعد مباراة الفتح والخسارة من الفتح لا قل الامل بالنسبة لكم؟ اذا في منافس لو واحد من 100 احنا ننافس عليها طبعا، فاحنا نحاول نفوز مبارياتنا البقية يعني نختم موسمنا، يعني نحن الموسم هذا ما كنا راضيين عن الموسم، يعني العام كنا في الدوري كويسين خسرنا مباريتين تقريبا، الموسم هذا بست خسائر ففرق يعني مستوى، هذا الشيء ما يرضينا احنا كفريق. الفتره الاخيره صرنا نشوف انه الاهلي حق الموسم الماضي، الفتره الاخيره مباريات الاخيره ايش اللي صار بصراحه؟ والله شوف من بيعه من الاعداد يعني وبعد البطوله الاسيويه يعني حصل شويه ظروف في الفريق هو اللي اثر على المستوى، يعني التنافس بين الفريقين على المركز الرابع يعطي المباراة قوة، وخاصة أيضا مواجهة النصر والأهلي دائم حماس ومباراة مفتوحة وأداء مفتوح. والله هو شيء أكيد، يعني أكيد النصر فريق كبير طبعا، أكيد يعني إنه نلعب مباراة ضد النصر أكيد حتكون مباراة كبيرة، والله إن شاء الله تكون مباراة حلوة بإذن الله إن شاء الله. مصطفى مباراة الفتح الماضية الكثير قال مصطفى مش في الفورمة، تعبت بصراحة؟ والله مو تعبت صراحة، كثر المشاركات الماضية. لا أنا أقول لك شيء، أنا صراحة ما كنت يعني في مستواي، وصح انا الحمد لله اني اعترف اني اقول ماني بمستواي وان شاء الله الجاي احسن باذن الله، احسن باذن الله. مباراه النصر ايش توقعها السيناريو حقها صراحه؟ والله اشوف مباراه صعبه صراحه، والله ما اديك شيء بس اكيد اتمنى اني افوز، بس ان شاء الله مباراه صعبه صراحه من الاخر، يعني احنا محتاجين الصراحه يعني بعد الهزيمه الاخيره صراحه ما عاد كان راضي يعني على الشيء اللي حصل، لكن ان شاء الله نحاول يعني نعوض المباراه القادمه، الصراحه كل شيء مهيئ لنا، علينا ان يعني نادي احسن من اللي ادينا ان شاء الله نكون. التنافس بين النصر والاهلي على المركز الرابع يزيد من الضغط عليكم؟ والله الضغط علينا وعليهم يعني، حتى هم يعني يدوروا المركز الرابع، لكن ان شاء الله يعني الفريق يعني يدي افضل يعني من المباراه اللي راحت يعني، وان شاء الله نكون نادي قوي النادي النصر، ان شاء الله تطلع مباراه حلوه بامر الله ان شاء الله. بس ثاني مره امشي انتبه خطواتك حفره شيء ولا شيء لا ما عليك ان شاء الله بسيطه.